عليكم يا جماعة. اليوم عنا ردة فعل تحدي الواو. إذا قلت واو راح أخسر. يلا نبدأ. طبيعي طبيعي كثير هذا الاسم عادي. هاي على اللعبة. هذا جهاز أعرفه. اوكي بس يا جماعة وقفوا الفيديو. اذا قلت واو راح اخسر نقطة. يعني كل ما اقول واو راح اخسر نقطة. ماشي. هلا انا تقريبا 20 نقطة. يلا نبدأ. واو. طيب راحت من النقطة. نحط هيك ايش طبيعي. اوكي يا جماعة فاصل ونواصل. اوكي يا جماعة وصلنا لهنا. طبيعي كتير طبيعي. لا طبيعي عادي هذا الاشي كثير. Bang, 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 tan, ta, ta, tan, 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 tan. لا مستحيل هذا الاشي على فكرة يا جماعة. كيف يعني بتنطنط بدون جاذبية؟ ايش بيساووا هذولا؟ بفكوا في تبعات العجل. عادي. بيض. لا لا اشي طبيعي. بطيخة. لا مستحيل. واو. لا بس هذا جندي ورا جندي ورا جندي ورا جندي. ايش مسوي؟ لا جد هذا مش شواو. نعم تعرف زي ما بتعرف تعمل زيه. واو بس لا حكيت واو بس صباي اللي بحطه فيها الاندومي او الاشياء اللي فيها ماي بكبوا الماي وبخلوا الاشي يعني زي معكروني. هذا ما بخاف تعرفوا يحرك حاله. ايش هذا ايش بساوي؟ لا بس هذا واو والله واو عن جد واو واو واو. صرت خسر 4 نقط. يا الله واو. لا ضل لي 5 نقط وخسر 5 نقط. هذا هكر. ايش بيسوي؟ تخيل كان النار بترسم. واو واو هاي يمشي كتير. الهديك اللي قبلها واو عن جد خسرت. هيك بيساوي تبعت السيارة.
الوقت عن جد هذا آيس كريم. إيش بعمل هذا؟ البوت تبعه. قصده يوريهم البوت. واو ترسم. خسر الضايلة 3 نقط طبيعي. لا ما بقول واو، ما بدي اخسر الثلاث نقط الضايلات. طبيعي واو واو. لا ضايلنا نقطة واحدة ما شاء الله. اي قلت ما شاء الله مش واو. هاي معظم الناس عندهم اياها. جزارة. لا بس هذا مش حقيقي. وين بيروح كل العشب؟ العشب كله وين بيروح؟ او القمح وين بيروح؟ جد وين بيروح؟ طيب أدرى قوس قزح. قوس قزح ذهبت. ايش هذا؟ معجون اسنان؟ مستحيل. طبيعي. ايش هذا المشروب؟ بيضة. ايش هذا الاشي اللي بحطوه؟ سلايم. واو واو. لا قلت واو.
يا الله قلت واو فخسرت التحدي. ويا جماعة لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل اشي جديد على قناة رضوان جيمر 7788. باي.